بونجور، معكم أخصائية التغذية آلاء الشعب. اليوم رح نحكي عن طرق تجنب العطش خلال شهر رمضان. أول نصيحة واللي هي نشرب الماء بكمية كافية بس بطريقة سليمة ومنتظمة. كيف يعني؟ أولا ما نشرب الماء بكمية كبيرة وعلى دفعة واحدة. ليه؟ لأنه جسمنا ما حيستعمل كمية الماء كلها اللي نحن عم ناخدها، بينما حيستعمل جزء منها والباقي رح يتخلص منه. كرمال هيك كتير ضروري نقسم كمية الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور، ونجرب قد ما فينا ما نتناول أقل من 8 أكواب من الماء يوميا. أما في حال نحن بدنا نعمل أي نشاط بدني أو سبور أو أي مجهود بيسبب لنا بالتعرق، كتير مهم نعوض هيدي السوائل اللي جسمنا عم يخسرها. كرمال هيك أحسن ومن المفضل أنه إذا بدنا نعمل سبور نعمله بعد الإفطار حتى نقدر نعوض هيدي السوائل. النصيحة الثانية هي أنه نبتعد عن كل الأكل اللي بيحتوي على كميات عالية من الصوديوم اللي هو الملح، يعني المأكولات المالحة، المخللات، التوابل، كل البهارات على أنواعها، الحر. هول المأكولات بيخلونا نشعر بالعطش. من بعد النصيحة الثالثة واللي هي نتناول الأطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم اللي بيخفف الشعور بالعطش، مثل الفواكه وخاصة الموز أو التمر أو الخضار وخاصة البندورة. وهلأ رح وضح لكم أكثر عن الصوديوم والبوتاسيوم. ليه منقول نخفف الأكل اللي فيه صوديوم بينما نزيد الأكل اللي فيه بوتاسيوم؟ شو هي العلاقة بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ هول العنصرين بيلعبوا دور كبير على توازن الماء داخل وخارج الخلايا بالجسم. الصوديوم واللي هو الملح موجود خارج الخلايا، بينما البوتاسيوم موجود بقلب الخلايا. لما ندخل الصوديوم بكمية كبيرة على جسمنا من المأكولات والسوائل، الصوديوم رح يتجمع خارج الخلايا، والصوديوم دوره انه يمتص الماء من داخل الخلايا لخارج الخلايا. كرمال هيك الماء رح تتجمع خارج الخلايا بالجسم، جسمنا رح يصير بحاجة للماء وبالنتيجة نحن رح نشعر بالعطش. بينما إذا تناولنا المأكولات اللي بتحتوي على عنصر البوتاسيوم واللي هو بيتجمع داخل الخلايا بالجسم ودوره يمتص الماء لداخل الخلايا. كرمال هيك الماء رح ترجع تفوت لجوات الخلايا ومنبطل نشعر بالعطش. هيك بنكون حكينا عن الماء، عن المأكولات المالحة والمأكولات الغنية بعنصر البوتاسيوم. ننتقل هلأ للنصيحة الرابعة. رابع نصيحة واللي هي نتناول الخضار والفواكه اللي بيحتوى على كميات كبيرة من الماء والألياف اللي بتساعد جسمنا على الاحتفاظ بالماء لأطول فترة ممكنة. خامس نصيحة واللي هي نبتعد عن المأكولات اللي بتخسر الماء خلال تحضيرها، مثل المقالة، مثل المشاوي. نجرب نستبدلهم بالمأكولات المطبوخة المسلوقة اللي بتخلها سوائل أو خضار مسلوقة حتى نستفيد قدر الإمكان من الماء. سادس نصيحة واللي هي نتجنب التمارين الرياضية القوية واللي عندها انتنسيتي كتير عالية، نتجنب الأعمال اللي كتير بتتطلب مجهود واللي بتسبب لنا بالتعرق، بتخلي جسمنا يخسر الماء والسوائل، بالنتيجة بتخلينا نشعر بالعطش. ونصيحتي الأخيرة لكم إنه نبتعد عن أشعة الشمس القوية. وهيك بنكون أخذنا اليوم 7 طرق لنتجنب العطش بشهر رمضان. إن شاء الله تكونوا استفدتوا ورمضان كريم.